من عمي جعنا. واش راك دير؟ راني ناكل وش راك تبيا ندير انا؟ يا رمضان تاكل رمضان؟ نسيت. اسمع حرص خبر النوري ها؟ 50 دينار دارو ما يخص. في رمضان وجد دير شغل؟ وانت في رمضان تاكل رمضان؟ صح غادي نعطيك 30 وتبقى الثاني 20 هاك. اش فما؟ صوتكم واصل لبرا اش فما؟ اوه شكون اللي ياكل الماكله؟ مانيش عارف بصح راني نسير ما يكون غير كاس واحد. شوفي النوريه انا والباكي رانا نديرو في لونكات باش نحكمو شكون هذا اللي ياكل رمضان. تبغي الصح؟ اي الصح الصح تي انطق. رانا شاكين في مولاي. انا مانيش شاكي. شاكين في مولاي. به به هاي الزوز اخرجوا عليا خلينا نخدم على روحي وتوا انا نحقق. خرج 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 بوهو ليه نوري هبل. مرحبا بكم في كوجين تاع عاشور، هذه حلقة جديدة، ضيفتي اليوم عزيزة وغالية، عندي مدة ما ريتهاش نحب نفرح بها ونفرح بكم زيدا، باش نطيبوا حاجة بنينة على الآخر، اقعدوا معنا ما تزافيوش. مرحبا مرحبا نور الزعتر مرة أخرى. الله يسلمك. شرفتني ونورتني. يسلمك يسلمك. أنا اليوم فرحانة بكم باش ندلك. يا ايه كيما تحبي. باش ندلك باش نطيب لك ماكله بنينه. ايه اللي انا نتصورها تعجبك ان شاء الله. انت تحب الماكله ساعه ولا انا نحب الماكله؟ انا ناكل نحب ونحب اللي يوجد لي هكذا كيما انت هكذا ويحط لي سيرتو على غفله قبل التلفزيون وبدا ناكل يبدا يقعد والماكله البنينه قدامه. الله الله. ايه دونك انا اليوم باش نطيب لك المخزونه. مخزونه؟ ايه شنو هي؟ مخزونة حاجة مخزنة. هي باينة مخزنة وهذا كي تخزنيها كيف راح نشوفها كيف راح ناكلها أنا دوكا؟ لا كي ناكلوها تتخزن هكا في البلاصة. في ليستو ما تخزن داخل الكرش. لا 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 مخزونة على خاطر الدجاج بعد باش يكون فوقه العظم. دونك يتخزن ما عادش يتشاف نسميوها مخزونة. مولاي يحبها أقلق ديما ويحبها. يحب المخزونة مولاك. يحب المخزون مولاي. إيه المخزونة هذي باش نستحقوا لها؟ إيه الدجاج ها والفلفل وملح وفلفل أكحل ثوم وعظم. أسهل من هذي ما ثماش. إيه مليح مليح مليح. أنت وجديها وأنا نشوف نتعلم. أنت تحب الترتيب كيما تحب تاكل ولا تحب يطيبوا لك وتاكل؟ لا 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 عدت بكري كنت نحب يطيبوا لي وناكل دوك وليت ناكل من يديا. إيه إيه لازم طيب وحدك. طيب وحدي. وتعرف طيب كل شيء. طيب طيب وي صنيفه. باش نصبوا الزيت. سهلة ياسر الحكايه. وباش نحطوا الدجاج نتاعنا خلينا نهزوه هكا. الدجاج نتاعنا باش نفوحوه جوست بالثوم. تعرف الثوم يبنن الدجاج. ثوم مليح يفوح الماكله. باش نحطوا شويه هكا ملح. ايه وشويه فلفل اكحل. فلفل اكحل سهله على الاخر. ايه واش باش نعملوا؟ باش نمرق طوله. تمرقي بارد في بارد. بارد في بارد. الماكله تجي بنينه بارد في بارد انا نقولها لك. خير من القليين برشا. دي فوا ديري حاجه بارد في بارد تخرج ابن من تقليها. انت تقلي ولا طيب هكا؟ مرة نقلي ومرة كي نكون زربانة ندير بارد في بارد. بارد في بارد حتى صحيا يقول لك ما تقليش خير. باش نحط هذه على النار يقعد يطيب الدجاج وباش نبدا نحضر كمان نزيد الفلفل. حضرت شويه ما باش نزيد نقص شويه اخر فلفل. خلينا نحطوا هذه على النار. نوال اش عندك جديد انت في رمضان؟ ياه عندي 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 ان شاء الله. يا يمه العزيزة. عندي والله غير عندي ان شاء الله. عندي وكاين امور اللي ما قدرتش نخدمهم. ايه؟ وامور اللي تاجلوا مور رمضان. ايه؟ انا كل رمضان هكذاك. ايه واللي واللي خدمتهم شنو؟ ما خدمتهمش. تاجلوا. كاين اللي تاجلوا كاين اللي ما خدمتهمش. كاين اللي ما ايه ما خدمتهمش.
عندك في التلفزه هذا وليد اجلو. ايه تلفزه خلاف التلفزه عندك حاجه اخرى؟ انا ممثله في الاذاعه. على بالك انا سنوات وانا في الاذاعه وتخرجت تقاعد من الاذاعه. ايه عندي من 81 وانا ممثله في الاذاعه في قسم التمثيل. ايه وخدمت مسرح، خدمت صعيبه برشا التمثيل في الاذاعه، اصعب من التلفزه. في الاول كان صعيب صح، ومن بعد وليت نحب التمثيل تاع التمثيل الاذاعي، يخليك تخرجي كل الطاقات تاعك. ايه لانه ما كاش صوره من غير الصوت، ومن الصوت لازم تخلي المستمع يتخيل الديكور، يتخيل لباسك، يتخيل المشهد الكل، كل حتى اذا كان فرحانه ولا كان زعفانه ولا غير من خلال الصوت. شفتي يعني الانسان يتعلم حاجات كثيره من الاذاعه. اي وفي واحد الوقت كانوا المسلسلات يخدموا غير بالممثلين تاع الاذاعه في البدايه تاع في الجزائر، يبداوا المسلسلات يخدموا تاع الاذاعه لانه عندهم فصاحه اللسان بارك الله. اي وتحس المستمع مازال يتبع مسلسلات اذاعيه؟ تبعونا يتبعونا تعرفي، خاصه المكفوفين كانوا يتبعوا بزاف. كانوا عندي جيران كانوا يسجلوا لي كل الروايات ويجيبوهم لي، وانا نقضي في الحومه هكذا في الحي تاعنا، يسمعوا صوتي ويروحوا يجروا يجيبوا لي لاكاسيت. كاين بزاف حاجات تاثر في الانسان، يبقى هذه نحكي لك من سنوات من بدايتي في الاذاعه، بقات راسخه في ذهني. يعني واحد مكفوف يجيب لك الكاسيت يقول لك تفضلي. سجلت. وعملت سنة حاجه الاذاعه؟ عملت من انا تخرجت من تقاعد من عامين ثلاثه. ما زدتش رجعت. ما حبيتش انا التقاعد للممثلين هذيا، فماش تقاعد. انا ريحت. كيفاش ريحت؟ ريحت كان تعمل المسلسلات اذاعيه حتى كان بعد التقاعد. ما تعبنيش العمل، تعبني المواصلات واللي زونكومبرومون هادو هما اللي تعبوني، ما تعبنيش. وتبدل عليا الجو، كي ماتوا كاع على بالك توفوا كاع الناس اللي كنت نعمل معاهم. الله يرحمها. ايه قلت لي نقضي من الحومه، تقضي وحدك؟ نقضي وحدي. الرشام حميده ولا عاب حميده، انا نقضي، انا نطيب، انا ندير كلش. كلش. كل شيء انت في الدار؟ كلش. معاملين عليك في كل شيء؟ معامله على روحي. والعائله؟ العائله توفوا كاع، بقيت غير وحدي. الله يرحمهم الكل. الله يرحمهم. الله يرحمهم الكل. دونك انت تحب تمشي تقضي وحدك، حتى في رمضان تخرج تقضي وحدك؟ انا كل ما تخصني حاجه نلبس دقيقه ونروح نقضي ونجي. نحب نقضي، نحب نخير خضرتي بيدي، نحب نعرف واش نشري. سيرتو في رمضان القضيه محلاه. سيرتو في رمضان. نحب انا يعني تمشي للاسواق العربي وهكا، ولا تمشي للمغازات الكبيره؟ لا لا لا، نروح في الاحياء الشعبيه. انا نموت على، انا نحب البساطه ونحب الاحياء الشعبيه ونحب هذوك الحوانت القدم هذوك ونحب المرشيات. انا ما نمشي نقضي، ندي الكادي تاعي ونقضي ونجي داخله لداري. احسن حاجه. احسن حاجه والله. هذيك اللي ترد الروح. شنو العبد قاعد وما يعمل في شيء؟ لا وخاصه يعني الاكل ما عنديش ثقه في حتى واحد غير نفسي. وين؟ لا لا انت انت. نوريه. نوريه والنوري. انت والنوري مقبله. وانا نقول ما عنديش ثقه في حتى واحد. انا لك على الدار المخزون نطيب فيها على قاعده. مش من بعد انت كنذوق وتقول لي. انا نقول لك لا يدك بنينه ولا لا لا. انا صريحه. وقول لي الحقيقه. نقول لك الحقيقه. خلاف انك ممثله عندك حاجه اخرى تعمل فيها؟ انا ما نقدرش نستنى. بصح لا 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 لا، دوك الحمد لله راني ان شاء الله راح نتخصص وراح نتفرغ غير للفن ان شاء الله. اي كنت مش متفرغه للفن؟ ما كنتش متفرغه للفن. شنو اللي كنت تعمل مع الفن؟ حاجات بزاف. كنت تهرب بيا. انا نسالك كنت تهرب بيا. شنو هي الحاجات البزاف؟ انا كان المفروض نخرج اخشيتكت يعني. ومصممه ازياء. عندي ما شاء الله مواهب كثيره الحمد لله من غير الفن. هذا كيفاش من غير الفن؟ انت في صلب الفن. شفتي من غير التمثيل يعني. من غير تمثيل. من غير تمثيل تعم. اذا كان انت مصممه ازياء معناها فنانه زاده في الفن. فنانه يعني. انا كما قال لهم عبد النور شلوش، قال لهم هذيك ملي تخلقت من كرشي ما هي فنانه. باين عليك اللي انت فنانه. يسلمك والله.
انت دونك تعمل مصممه ازياء تخدمها ولا هوايه؟ هوايه. انا يما مولوده في اللاذقيه في الشام في سوريا، وتعلمت الخياطه تما وتعلمت كلش، وكي جات لهنا وولدتني انا كبرت وليت نحمل تتعب تعبت ولات ما تقدرش وتقول لي روحي اعملي لي هذه اعملي لي هذه، تعلمت منها وتعلمت وتعلمت اوميو اوميو، وليت نشوف في لي غوفو لي باترون ندير لي نفسي ماشي للناس. ها ايه على لي انا ما تقوليش لي لبستهم اليوم انت عاملتها. لا لا هذول ما تعملي لي انا لبسه نعمل لك ليك. ايه ندير لك ندير لك ان شاء الله ان شاء الله. الغناء قالوا لي تغني تاني. شكون اللي قال لك؟ انا عندي النوري يقول لي، البيجي يقول لي، الاخبار كل توصلني وانا في الكوجينه. بصح انت يا جيتي اون روتار، كنت نغني بكري دوك وليت والله ما نغنيش كي بكري. غني لي وانا نفقد الطنجره بربي بربي. واش نغني لك واش نغني لك؟ والله ما كنت محضره. غنية تزيرية مزيانة كيفك. غني لي ونغني معاك. تغني معايا؟ ايه. مبروك الفرحة عليك، الله يجعلها ديما، لأحباب تبارك ليك، هني ليك يا غالية علينا، يا سعد اللي فاز بيك، يا وردة، يا زهرة، يا وردة، يا بسمة، يا جميلة. يا عيني يا عيني، محليه الاغنيه والله ما محليه. بتاع شكون هذه؟ هذه الله يرحمها صالحه الصغيره. ايه هي صالحه الصغيره كانت في تونس، وهي هي ورثت من صالحه الكبيره. صالحه الكبيره كبيره تاع تونس، وتغني عندها نبره صوتيه هايله. يا عيني يا عيني. غنت اغاني بزاف جزائريه واناشيد وطنيه. بزاف 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 بزاف. قصينا الفلفل يا نوال. ها باش نحطوا الفلفل نتاعنا في المرقه باش نخلطوا. باش هكيكا يطيب، وبعد ما نحط الفلفل باش نخليوها يطيب. ما ينقص كان العظم اللي باش نفقصوه تولي مخزونه. مخزونه تخزنيها بالعظم. نخزنها بالعظم وديري فيها تاني الحار ولا غير طرشي هذاك. هذاك فلفل حلو. هذا فلفل حلو ما كانش الحار. لا مولاي المره هذه ما يحبش الحار، هو يحب الحار. آه. اليوم ما يحبش الحار، وانت ما تحبش الحار. ما انا نحب الحار. تحب الحار؟ نحب الحار انا. لازمني نلقى لك فلفل حار نحطه مالا. لا لا معليش، اليوم انا كيما ولاك ما نحبش الحار. جرب كلها هكا تشوف تلقاها بنينه ياسر ياسر. ايه ايه ناكلها كيما هي. لا ما ناكلش كل يوم الحار، مرات ناكل مرات ما ناكلش. قل لي تبدل الجو نتاع رمضان بين توا وبين قبل؟ تقاليد في الجو في العرضات. ايه ولاو الناس ما يمشوش لبعضهم بعض كيما بكري، كانوا يمشوا لبعضهم يروحوا للديار يجوزوا السهره تاعهم في البيت. بصح دوك ولاو عندهم هادو لي زاغ الماناج، ولاو يخرجوا ولادهم يخرجوا لبرا، دونك تبدلت العادات ما عادتش كي بكري. ناوي يغلبك رمضان؟ شوفي نوريه، رمضان ما يغلبنيش، ولكن في كي ننسى ولا تديني نومه وما نوش نتسحر هذاك النهار، كي يومي ما نجوزوش بيان. ايه عادي هادي. ايه سينو نو نو ما يغلبنيش رمضان، بالعكس. بالعكس انا نحب رمضان ونريح في رمضان. كاين دي كي صوم يرقد برك ما يخدمش. ما كاين نوري كن نوري هكذا. نهار كامل ريقت. الله يكون معاك. ايه اختي. وبعد يقوم يحب يلقى الماكله. اي ما يقضي ما يعاون ما والو. يقضي ساعة ساعة. ساعة ساعة. مسكين النوري معليش. بالاخر خليوني هالمرقة طابت. توا ما نقص حتى شيء، باش نعملوا؟ باش نفقص العظام. ايه. من الفوق. ايه. وحضر بلان تاعنا. ايه. دونك باش نشوفوا كيفاش نزينوا. ايه. وكيفاش باش نقدموا. وبعد اعطيني رايك. داكوغ. اقعدوا معنا ما تبعدوش، حتى انتم زاده باش تشوفوا الزينه نتاع البلام تاعنا كيفاش تهز العقل. هنا راجعين. هذه هي المخزونه، ان شاء الله تعجبك وتعجب مولاي. ما تعجبش مولاك هذاك ما خصو. عيشك ماكله كيما هذه. الله الله. ايه يا حسره.
نوريا قالك مولاي حتى الفطور. حاضر باجي. واش راك؟ لاباس اختي زعفر. لاباس لاباس وانت؟ الحمد لله لاباس. الحمد لله. الباجي لقيت شكون لك لا رمضان؟ النوري. وقال لي ما تقولش النوريه وبالك تقولي لها. لا لا انا ما نقولش النوريه. لا لا حتى انا ما سمعتش. نوريه اخف روحك، الواحد قاع نهار هو صايم ما نشعف لك لا غلطه وزيد يستنى ثاني. الصبع ديالي صايم يوكل رمضان. اوه هذا اللي قلت لك ما تقولهاش يا ولد الحركي. ها انت خلصني على نوريه، انا قلت لنا والو هي وانا على بالي شكون اللي قالها. وديجا نساليك 20 دينار. بن عمي. ايه بيجي وصل نوال المولاتي. يا لله شرفتني ونورتني ويجا في كل وقت. يسلمك حنونه. شوفي دوك انا نروح ناكل مع مولاتك ونخبرك كاع واش يهضروا على ماكلتك. يعيشك. صحه فطورك. يا لله صحه انت زد فطورك. هاني جايه باش نسر بيكم. ايه روحي روحي ما تفطايشه. لا لا ما نفطاش. ان شاء الله عجبتكم حلقتنا هذه والدباره نتاعنا زيدا. غدوه في نفس التوقيت كوجينة عاشور ما تنسيوش، خاطر انا نبدا نستنى فيكم. شي هي طيبه وصحه فطوركم. طاجين مخزونه بالدجاج، 4 فخاذ دجاج، ثوم ملحي، زيت زيتونه، فلفل احمر، فلفل اخضر، فلفل بربديني، عظم وفلفل أكحل وملح.